أوبرا الإيطالية في الجزائر تكشف عن كل ما فيها من الفكاهة والإيقاع والقوة الخلاقة في هذا الإنتاج الذي قام به موشي لايزر وباتريس كورير في مهرجان العنصر في سالزبورغ. أوبرا روسيني تكشف عن نقاط الضعف في الطبيعة البشرية وصراع الثقافات، إنتاج غني بالألوان، تؤدي النجمة المنفردة تشيتشيليا بارتولي الدور الرئيسي. تشيتشيليا تحب المسرح، تحب أن تتنكر، أن تأخذ أشكالاً مختلفة، أن تكون صلعاء، أن تكون رجلاً، أن تغني فوق قرد، أن تكون أماً، أن تصل على ظهر جمل أو أن تغادر على صارخ. إنها متعة المسرح. تجسد المازو سوبرانو الإيطالية إيزابيلا التي تصل إلى الجزائر العاصمة بحثاً عن خطيبها على الفور، تقع في شباك مصطفى باي الجزائر الذي تتفوق عليه بسحرها وحيلتها. إيزابيلا امرأة تتخذ قرارات، تغادر بلدها، تأخذ زورقاً. أعتقد أنها امرأة تحب أن تتعلم المزيد عن الثقافات الجديدة، الطعام الجديد، أشخاص مختلفين يتحدثون لغة أخرى. إنها الرغبة في الاكتشاف. في عصر روسيني النساء مكافحات على الدوام تقريبا، قويات، ماكرات، ذكيات، شخصيات رائعة. في هذا النص الفكاهي هناك دعوة حقيقية للمساواة بين الرجل والمرأة. في العمل الفكاهي لا يوجد مكان للحب الثنائي، لأن المهم ليس الحب بل الرغبة الجنسية، هذا هو الذي يبعث على الضحك. روسيني يجلب الضحك إلى موسيقى، لكن خاصة قوة الحياة ودمه وطاقته المذهلة التي تتدفق من موسيقى. هذه الطاقة التواصلية تغوي المرأة الإيطالية في سالزبورغ أيضاً. روسيني هو الملحن المفضل لتشيتشيليا بارتولي. في الإيطالية في الجزائر هناك جنون مطلق، لا أحد قادر على إيجاد نفسه. إننا في لحظة من الجنون الذي يحملنا بعيداً. الملحن الروسيني هو الذي له القدرة على حملنا في بعد مذهل وبانفعال كما هو الحال دائماً.